معلش يا ست الكل، اخر حاجه بقى هتيجي لي كده باذنك. ايوه تمام كده. ايوه معلش بقى، السكانر بايظ والسيستم واقع وعشان كده هتيجي تاخد الفيش بكره. وماله؟ بسيطه. ليه كده بس يا استاذ مختار؟ ده بتخلك علينا. ينفع انا اجي استلم بدلها؟ وما ينفعش طبعا، بس عشان خاطر حضرتك كله ماضي. شكرا يا سيدي. احلى امر حضرتك. يلا. الف سلامة. مع السلامة. معلش يا مختار، ممكن تساعدني اطلع البرفان امسح ايدي؟ اه. شكرا. انا كنت عايزة اسأله، امتى هيبقى عندي الباسبور؟ الأول نتيجة الفيش تطلع طلع لك شهادة ميلاد جديدة، وبعد كده بطاقة، وبعدها الباسبور. تقريبا مش أقل من 20 يوم كده. وبعدها تبقى اتولدتي من جديد. يا ريت. يلا بينا. يلا. ايه المكان الجميل ده يا باشا؟ عشان تنبسط. حبيبي يا باشا. هجيب لك كاس؟ لا يا باشا عفيني، انا ماليش في الخمرة. ما تجيبلوش حاجة. عسلية سعيد ثابت، محكوم عليها ب 10 سنين سجن في قضية تعدد أزواج، وبطاقتها من سجل مدني ملاقوا العيلة. بالراحة بس، إيه الكلام اللي أنت بتقوله ده؟ من غير جنان لو سمحت. متجوزة إيه؟ متجوزة مين؟ يا باشا أنا معرفش. بيظهر على الكمبيوتر الحكم بس، أي حد هيجي يستلم الفيش هيتمسك. أنت متأكد؟ متأكد يا باشا، أنا عارف أنا بقول لك إيه. خد دول. إيه دول يا مختار بيه؟ ده ما ينفعوش خالص. يا سيدي دول اللي معايا دلوقتي. أبقى أجيب لك تاني بعدين. يا باشا في أربعة شبكوا معايا في الحكاية دي، اتنين موظفين معايا في المكتب طبعا غير أمين الشرطة اللي كان بيدور على كمبيوتر الداخلية، غير العبد لله. يا سيدي لو 100 نفر هنراضيهم كلهم. ياه، هي عسلية دي مهمة عندك قوي كده يا باشا؟ مش عندي أنا بس. يلا نستلم. ماشي يا باشا، على معادنا يا باشا. ماشي. سلامة. الو، ازيك يا معلم؟ عامل ايه؟ بقول لك ايه، انا محتاج منك خدمه ضروري. عايزك تسالي على واحده كده يعني تهمني. لا لا لا، اسال اخوك. هبعت لك كل حاجه في الاس ام اس. ماشي، مستنيك. سلام. هات الحساب يا مينا. مش عارف انا ايه البهدله اللي انت عايش فيها دي. ايه الكركبه دي يا عم مختار؟ ما تدقش. متعود. تسلم ايدك. صحيح، البنت اللي انت قلت لي اسالك عليها اخويا في الداخليه، طلعت الدنيا مقلوبه بسببها. ليه؟ طلعت متجوزه ثلاثه. ثلاثه؟ ثلاثه. واخر واحد ده بقى اللي الدنيا مقلوبه عليه بجد. ابن واحد من اغنيه المنيا، وكمان قريبه ومدير الامن هناك. وهي واخده حكم ب 10 سنين. عامله لك ايه يا عسليه؟ تسال عليها ليه؟ ابدا. ماضيه شيكات لواحده قريبتي بمبالغ كبيره. هنعمل ايه؟ طب قول لي قريبتك بقى دي تستعوض ربنا لحد ما تقبض عليها. بقول لك يا رمزي، ينفع تجيب لي اسامي الناس اللي هي اتجوزتهم دول؟ سهل، هكلمه بكره اكلمك اقول لك كل حاجه. بس هتعمل بيها ايه؟